كان سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مقدمة مودعي فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة، الذي غادر والوفد المرافق البلاد اليوم مختتما زيارته إلى مملكة البحرين، حيث أجرى خلالها مباحثات مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله فرعاه. تناولت العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات على الساحة اليمنية، إضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والعربية. كما كان في الوداع مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية رئيس بعثة الشرف وسعادة السفير حسن مسعود قحطان القائم بأعمال سفارة الجمهورية اليمنية لدى مملكة البحرين.